مرحبا مشاهدينا، نبدأ اليوم معكم مشوار جديد وحلقة جديدة من برنامج جريدة ونت من على الشاشة العراقية الرياضية. اليوم المشوار فيه الكثير من الأخبار في الصحف المحلية الصادرة لهذا الصباح، وأيضا أخبار السوشيال ميديا والمحلية منها، ولا ننسى المحطة العالمية وكل الأخبار الرياضية هناك أيضا في الصحف والمواقع. كل هذا بعد الفاصل. مشاهدينا، نبدأ معكم حلقة اليوم بقراءة العناوين في الصحف المحلية الصادرة لهذا الصباح، وأيضا البداية مع صحيفة الصباح وفي ملحقها الرياضي. مباراتان مهمتان في دوري الكرة اليوم. وطني الصالات يكمل استعداداته لمواجهة الإمارات. أما هنا النجف يقلب تأخره إلى فوز على النفط. أما النفط يسعى للحسم المبكر والشرطة لتقليص النتيجة. هذا كان العنوان في فاينل أوف دوري السلة. انتهت هنا العناوين في هذه النسخة من الصباح مشاهدينا. إلى النسخة الثانية من الصباح أيضا. معنيون يقترحون جهازا فنيا برازيليا للاستحقاقات المقبلة. هنا أيضا صراع المناطق الدافئة يحتدم في دوري اليد. كأس السعودية يلغي تجريبية الصقور. أما هنا مغترب يعزز صفوف منتخب الركبي. أما هنا خالد عدنان الشوربة والباقلاب الدهن الأقرب إلى نفسي في رمضان. انتهت هنا لدي الصباح، انتقل إلى الصباح في النسخة الثالثة وأيضا في الملحق الرياضي. مواجهة نادرة بين سيتي وأتلتيكو وبنفيكا يطمح للإطاحة بليفربول. عنوان آخر أيضا هنا لدينا مواجهات نادرة وأيضا مستويات جنونية. هنالك مجموعة من المقالات العالمية في هذه النسخة من الصباح وانتهت معنا. إلى نسخة أخرى لكن هذه المرة لصحيفة المدى وفي الملحق الرياضي أيضا. ضعف المدرب الوطني والإدارة الهاوية وراء تراجع كرتنا. انقسام الشياطين الحمر حول تعيين هاج. ودرجال يغرد وسط صمت الاتحاد الخليجي. منتخب الصالات يواجه الإمارات برسم التصفيات. انتهت هنا المدى، انتقل إلى صحيفة محلية أخرى وهي الزمان وفي الملحق الرياضي مشاهدينا. أشبال ألعاب القوى بالمركز الثاني في بطولة الشام. وهنا الصالات مواجهة الإمارات مفتاح الانتقال إلى النهائيات. الناشئون ستة أوسمة تضعنا ثانيا ببطولة العرب في القوس والسهم. شهد يعود إلى أحضان نفط الوسط ويترك تدريب الأسود. النجرة تحصد لقب أندية العراق بالمواي تاي. مدرب المنتخب الهولندي عن إصابته بالسرطان يتحدث. وهنا نوروز يواجه سامراء والميناء يقابل الصناعة بالممتاز. وأخيرا في الزمان اتحاد الركبي يثمن دعم اللجنة الأولمبية في نجاح اللعبة. انتهت هنا الزمان، انتقل إلى صحيفة محلية أخرى وهي الحقيقة مشاهدينا.
في اختتام بطولة العراق بالمواي تاي، النجدة يحرز المركز الأول واتحاد اللعبة يكرم الشبيبي. في دوري الكرة الممتاز اليوم نوروز يستضيف أبناء الملوية وأهل الصناعة في ضيافة السفانة. اليوم منتخبنا الوطني يلاقي الإمارات في افتتاح التصفية الآسيوية لكرة الصالات. أما هنا بعنوان أخير، اتحاد السلة يقيم البطولة الرمضانية ويجدد عقده مع شركة أوشتر. انتهت هنا الحقيقة، انتقل إلى الحقيقة أيضا في النسخة الثانية منها مشاهدينا. في هذه النسخة مجموعة من العناوين لكن عالمية. مارتينيز يلمح إلى إمكانية رحيل لوكاكو عن تشيلسي. هنا أيضا قذيفة بيدري تقفز ببرشلونة لوصافة الليغا. مبابي يتفوق على نفسه بأرقام مذهلة. وهنا أيضا إنتر يهزم يوفانتوس في عقر داره ويشعل سباق الكالتشيو. انتهت مشاهدينا الحقيقة، انتقل إلى صحيفة أخرى وهي صحيفة إن سبورت وأيضا في ملحقها الرياضي. اتحاد الكرة في طريقه لحل المنتخب الوطني. عدنان درجال مدرب أجنبي سيقود منتخبنا الوطني لكرة القدم في المرحلة المقبلة. هنا أيضا القوى الجوية يكمل استعداداته لمواجهة الجزيرة الإماراتي بغياب 3 أو 2 من اللاعبين. هنا عبد الغني شهد يستبق إقالته من تدريب المنتخب العراقي بالعودة إلى أحضان نفط الوسط. وهنا أيضا اليوم المؤتمر الصحفي في أول زيارة من نوعها لرئيس اللجنة الأوروبية الإسبانية لبغداد. وأخيرا في هذه النسخة من إن سبورت، الاتحاد العراقي يناقش إخفاق المونديال وانقسام حول هوية المدرب الجديد. انتهت إن سبورت، أيضا إن سبورت لكن في النسخة الثانية. مباراتان في منافسات الجولة 26 لدوري الكرة الممتاز اليوم. هنا أيضا تعرف على مواعيد مباريات وملاعب القوى الجوية في دوري أبطال آسيا. العراق يتوج أولا في بطولة العرب للمصارعة للناشئين والشباب ب27 وساما ملونا، ورسميا اكتمال الفرق الثمانية المتأهلة للدور الحاسم المؤهل لدوري الدرجة الأولى في العراق. في أول مشاركة له الحشد الشعبي يحصد المركز الثالث بدوري اليد الممتاز. وهنا رؤساء اتحاد كأس الخليج يحسمونها، البصرة ستحتضن خليجي 25. بحصيلة بلغت 21 وسام أشبال العراق بألعاب القوى يحل ثانيا في بطولة الشام الدولية. وأخيرا في هذه النسخة الثانية من إن سبورت، المشهداني يحرز 6 أوسمة تضع العراق ثانيا ببطولة العرب بالقوس والسهم للناشئين. مشاهدينا أكمل معكم وآخر ما لدي هذه الصحيفة وهي الصباح الجديد، فيها مجموعة من العناوين لنقرأها سوية. الجوية يفتتح دوري أبطال آسيا بلقاء الجزيرة الإماراتي 8 من الشهر الجاري. العراق ثانيا ببطولة أشبال الشام لألعاب القوى. وهنا 9 أوسمة لطاولة البارالمبي في بطولة مصر. أما هذا العنوان، مديرية التعليم المهني تنظم المعرض السنوي لمنتجات طلاب مدارس. الصالات يلاقي الإمارات اليوم في افتتاح تصفيات آسيا. النجدة أول أندية الشباب بالمواي تاي. والأقاليم تنظم دورة في شروط السلامة والأمان ضد الحرائق في المنشآت الرياضية.
أما منتخب القوس والسهم وجوجستو يحصدون أوسمة التفوق عربيا وآسيويا. مشاهدينا الآن أجهز معكم المقال بعد الفاصل. نعم مشاهدينا، هذا المقال لصحيفة إن سبورت. الكاتب الصحفي الرياضي هشام الضلفي كتب المقال وبعنوان: لنصحح فشل التصفيات. سوية نقرأ تفاصيل المقال. ما حدث في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم أمر يحتاج إلى إعادة نظر في منظومة كرتنا وتشخيص التخبطات والقرارات الارتدادية من قبل القائمين على اتحاد الكرة ووحدهم مسؤولون عن خروجنا بطريقة مأساوية وجعل منتخبنا بدون هوية ولا أداء يشفع له. لا يمكن أن نصمت بعد الآن، فقد أعطينا فرصة للاتحاد باختيارات اللاعبين والملاك التدريبي إن كان محليا أو أجنبيا، والنتيجة كانت واحدة هي الفشل. هذا ما سكت الإعلام عنه طيلة فترة التصفيات، والسبب هو إكمال المهمة الوطنية ولو بالصعود للملحق، لكن فقدان النقاط السهلة أدى إلى فشل مهمة المنتخب. يجب أن لا يقف مسؤولو الاتحاد أمام الإخفاق، وعليهم الاستشارة مع ذوي الاختصاص وعدم الانجرار وراء صفحات ومواقع التواصل، وعلى بعض الإعلاميين الكف عن دعم الحرس القديم من لاعبي المنتخب والترويج لهم، فهناك ما يقارب 90% لا يستحقون التواجد مع الوطني. الإتيان بمدرب وليس مشرفا يكون حاضرا في دورينا ويتابع المحترفين، وعليه المزج بين مواهب الأولمبي والأفضل في الدوري وليس الاعتماد على كل محترف، ونحن نعلم أن الدوريات التي يلعبون فيها لا تطورهم، والنتائج كانت واضحة على منتخبنا. رسائل الجمهور العراقي تقول: لا تدعونا في كل بطولة نتجه للدعاء فقط وضربات الحظ في الفوز، نتمنى أن نرى كرة قدم حقيقية في ملاعبنا، وهذا ليس ببعيد لو تخلى البعض عن الأفكار القديمة واستخدم الطرق الحديثة في الإعداد والتدريب واختيار اللاعبين، فسنجد منتخبا ينافس في جميع البطولات. مشاهدينا، بعد المقال أنتقل مباشرة إلى أخبار السوشيال ميديا، مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تتحدث عن كل الأخبار الرياضية وخاصة المحلية منها. أبدأ بموقع المحترفين، جاء فيه هذا البوست: أكثر اللاعبين تمثيلا للمنتخب الوطني عبر التاريخ. قائد منتخبنا الوطني أحمد إبراهيم على بعد 4 مباريات ليصبح رابع أكثر لاعب تمثيل المنتخب الوطني، وهنا أمامكم الصورة فيها مجموعة من اللاعبين ما بين القديم والجديد: اللاعب يونس محمود وحسين سعيد وعلاء عبد الزهرة وعدنان درجال وأحمد راضي وأحمد إبراهيم. نعم مشاهدينا، بعد موقع المحترفين أنتقل إلى بوست آخر وموقع آخر، هو معرض الكرة العراقية. معرض الكرة العراقية أيضا نشر هذا البوست ويتحدث فيه عن منتخب اليابان الأولمبي. منتخب اليابان الأولمبي شارك في بطولة دبي الدولية الأخيرة وأحرز لقب البطولة بمنتخب تحت 21 عام. اليابان ستشارك في كأس آسيا تحت 23 عام بمنتخب تحت 21 عام، رغم أن الاتحاد الآسيوي سمح بمشاركة أعمار تحت 24 بعد أن تأخرت البطولة عام كامل بسبب كورونا. اليابان تعد
أو تعد منتخب لكأس آسيا 24 والمؤهلة إلى أولمبياد باريس 24. هنا أيضا سؤال، لماذا لا نشارك مثل اليابان بأعمار تحت 21 عام من أجل إعداد منتخب للبطولة المؤهلة لأولمبياد باريس؟ من معرض الكرة العراقية إلى بوست آخر مشاهدينا. هذه المرة شبكة فيفا سبورت نشرت نادي العين يدخل الذكاء الاصطناعي لمتابعة فرق المراحل السنية بالنادي. هنا نتحدث عن هذه التقنية، تساعد التقنية المقدمة من شركة فيو على تسجيل جميع المباريات واستخراج مقتطفات بصورة تلقائية من أبرز ما شاهدته المباراة، كما تزود المدرب بتحركات جميع خطوط لاعبيه في حال امتلاك الكرة أو فقدانها، كما تقدم أي مقتطفات من تحركات كل لاعب، وهو ما يساعد الجهاز الفني على الوقوف على نقاط القوة والضعف. إن كل لاعبي الأكاديمية لديهم ملفات خاصة بهم، يمكنهم الدخول على التقنية لمشاهدة مبارياتهم السابقة، وأضاف يمكن لهم بكل سهولة مشاهدة ما قدموه في المباريات ومعرفة أدائهم والأخطاء التي وقعوا فيها. هنا انتهى البوست لشبكة فيفا سبورت مشاهدينا. انتقل إلى نادي القوى الجوية هذه المرة، أيضا هذه الصورة وهذا البوست، طقم الصقور الذي سيرتديه في البطولة الآسيوية. أمامكم الصورة. انتهى هنا البوست لنادي القوى الجوية. هذه المرة الاتحاد العراقي لكرة القدم قدم تنويه. قرر الاتحاد العراقي لكرة القدم تغيير ملاعب المباراتين ضمن الجولة 26 من منافسات الدوري الممتاز إلى أماكنها الجديدة وفي مواعيدها السابقة. مباراة فريقي الزوراء ونفط ميسان المقرر إقامتها يوم الخميس 7/4/22 من ملعب الزوراء إلى ملعب الشعب الدولي. أما مباراة فريقي زاخو والديوانية التي ستقام يوم الأربعاء 6/4 في ملعب ضهوك بدلا من ملعب زاخو. أيضا الاتحاد العراقي لكرة القدم تدعو لجنة شؤون اللاعبين في الاتحاد العراقي لكرة القدم ممثل نادي القوة الجوية للحضور إلى مقر الاتحاد يوم الخميس للنظر في الدعاوى المقدمة من قبل المدربين نزار أشرف وعبد الجبار هاشم وصالح حميد واللاعبين محمد قاسم ومحمد محسن، وعلى ممثل النادي أن يجلب تخويلا من الإدارة ويكون مشاورا للنادي وفي القضية، وعلى المدربين أيضا واللاعبين المذكورين جلب المستمسكات الأصولية أو البطاقة الموحدة مع أوليات الدعوة كاملة. نعم مشاهدينا، بعد بوست الاتحاد انتقل إلى بوست آخر لنادي الشرطة العراقي. نادي الشرطة العراقي هذه المرة أيضا نشر مجموعة من الصور وكتبوا عليها رغم الخسارة نبقى في الصدارة. نادي الزوراء أيضا لهم هذا البوست، الفريق يواصل تدريباته تحضيرا لمواجهة نفط ميسان يوم الخميس ضمن الجولة 7 من المرحلة الثانية لدوري الكرة الممتاز والتي يضيفها ملعب الشعب الدولي في الساعة 10 مساء. نعم مشاهدينا من نادي الزوراء، هذا البوست لمنتخب كرة الصالات. منتخب كرة الصالات يكمل استعداداته لمواجهة الإمارات في التصفيات الآسيوية والتي تضيفها قاعة هيئة الرياضة بمدينة الفجيرة الإماراتية. وأيضا التعاقد
استعداد كان مثالي قبل الدخول في الأجواء الرسمية، وأيضا هنالك تعاقد مع المدرب الإيراني الخبير محمد ناظم الشريعة سيفتح الباب لتغيير صورة كرة الصالات لكونه من الأسماء المهمة على الصعيد الدولي ويعد رقما آسيويا صعبا، لذلك ستختلف الكثير من الأمور عن السابق. صدى الكرة العراقية أيضا نتحدث عن هذا البوست، مدرب النجف حسن أحمد بعد الفوز على النفط، لاعبينا الأبطال حققوا الفوز برغم عدم استلام مستحقاتهم ومنذ مستحقاتهم المادية منذ 6 أشهر، ما عندهم فلوس فطور يأخذون العوائلهم. أيضا نتحدث عن هذا البوست التابع للاتحاد العراقي لكرة القدم، عنوان للوفاء، ضرب حارس مرمى منتخبنا الوطني لكرة الصالات. زاهر مهدي مثالا بالوطنية الصادقة ورباطة الجيش بعد أن قرر البقاء مع بعثة وفد المنتخب الوطني الموجودة في مدينة الفجيرة الإماراتية رغم تلقيه خبر وفاة والده ورفضه العودة إلى أرض الوطن لأن المنتخب تنتظره غدا أولى مبارياته أمام نظيره الإماراتي في التصفيات الآسيوية. وقدمت رئاسة بعثة وفد المنتخب الوطني لكرة الصالات والجهاز الفني والإداري والطبي واللاعبون تعازيها الحارة وخالص المواساة إلى حارس مرمى المنتخب زاهر مهدي لوفاة والده. نعم مشاهدينا، أيضا نتحدث عن هذا البوست لمعرض كرة السلة العراقية، اليوم في صراعهما من أجل المركزين الثالث والرابع، دجلة الجامعة يلتقي نفط البصرة. نعم مشاهدينا أجهز معكم الآن الأخبار العالمية وأبدأها بالمواقع. طيب قبل أن ندخل بالأخبار العالمية نأخذ هذا الفاصل القصير ومن ثم نكمل المشوار. نعم مشاهدينا نكمل معكم وندخل مباشرة بالمحطة والأخبار العالمية، أبدأها بموقع جول أرابية نشر هذا البوست، يوسف بلايلي لم يشارك في مباراة فريقه بالأمس أمام مونبلييه بسبب المرض. بعض التقارير أشارت أن بلايلي معاقب من قبل إدارة بريست بسبب تأخر عودته من الجزائر، لكن بلايلي برر تأخره بسبب الحالة السيئة التي كان يمر بها عقب الإقصاء من تصفيات كأس العالم.
من موقع جول عربية إلى موقع آخر وهو كورة أونلاين. كريم بنزيما: الصيام ليس له تأثير في التدريبات والمباريات بالنسبة لي. رمضان جزء من حياتي وديني، رمضان هو فريضة بالنسبة لي، أنه أمر مهم للغاية وأشعر أنني بحالة جيدة عندما أصوم. ندخل إلى الصحف. أولى الصحف معي هي صحيفة ماركا، وجاء فيها هذا المنشرت: صعود وهبوط كيليان، المستقبل بعيدا عن فرنسا. يا مزة في ريال مدريد وبعد السهام في باريس سان جيرمان. هذه كانت كلمة مبابي. بعد صحيفة ماركا انتقل إلى صحيفة أخرى وهي صحيفة لا غازيتا ديلو سبورت مشاهدينا، وجاء في هذا العنوان: ميلان يكبح مع بولونيا في سان سيرو. إلى صحيفة عالمية أخرى وهي صحيفة داسان: تلقى أرسنال ضربة قوية في سباق دوري أبطال أوروبا مع بقاء توتنهام في المركز الرابع بعد أن تسبب إيجولز في أعمال شغب. مشاهدينا، آخر ما لدي هو موقع كرة.com، انقسام داخل الشياطين الحمر. حالة من الانقسام بين لاعبي مانشستر يونايتد بشأن إمكانية قدوم المدرب إيريك تان هاج لخلافة رانجنيك. انتهى هنا البوست وانتهت كل الأخبار العالمية في الصحف والمواقع، وانتهت أيضا كل الأخبار المحلية. مشاهدينا، هنا وقت الختام. شكرا لكم على المتابعة، والشكر موصول لكل كادر برنامج جريدة ونت في الكنترول والأوتوميشن والمصورين داخل الاستوديو. شكرا للجميع، إلى اللقاء.